بعضها البعض، يتم الرش بالكامل. بعد رش الكمبريسر بالزيت الخاص فيه من الداخل، أول خطوة نقوم فيها تركيب عمود الإدارة. كما تلاحظون يتم تركيبه من جهة مضخة الزيت بهذا الشكل. لاحظوا الكمبريسر تم تثبيته من تحت على قواعد المسمار الخاصة في غطاء المحرك. يتم تركيبه بهذا الشكل. بعد التركيب يتم تحريكه والتأكد أنه يتحرك بشكل سليم. الآن نبدأ تركيب الكباسات ونهاية أذرع الكباسات. كما تلاحظون في الصورة، يجب في هذه الحالة عند تركيب أذرع التوصيل أن تكون متطابقة مع الرموز الموجودة أسفل وصلات توصيل أذرعة الكباس. لاحظ يجب تطابق الرموز مع وصلات نهاية الأذرع مع وذراع الكباس. ده أهم شيء في تركيب وصلات أذرع التوصيل. الآن بعد تركيب الكباسات بالكامل مع الأذرع، كما تشاهدون بعد قليل. لاحظوا هذا فلتر أو مصفاة الزيت يتم تركيبه الآن. يجب تنظيفه وتركيبه كما تشاهدون. الآن أصبح جاهز بعد تركيب مضخة الزيت. يتم تركيب الويسرات الخاصة بعمود الكريم من جهة المحرك. لاحظوا بتكون بهذه الطريقة. تم ترقيمها الأول، فالأول عبارة عن ثلاثة، هذا رقم واحد. لاحظوا وذاك رقم اثنين الإسبرينج، رقم ثلاثة اللي في الوسط. يتم تركيبها واحد تلو الآخر. لا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على لايك لنستمر في نشر المزيد. نرجو دعمكم للقناة حتى نستمر. كثير من القنوات تم إغلاقها بسبب عدم تفاعل المشتركين، لأنه يا شباب أحيانا تنشغل في الأعمال ما تستطيع تعمل أي شيء. فضروري تشاركوا القناة حتى تصل لك كل الفنيين ومحبين عالم التكييف والتبريد. لاحظوا الآن، لاحظوا كيف حركة البستونات أو الكباسات داخل الضاغط. الآن أصبح جاهز، نبدأ نركب قاعدة البلوف ومن ثم رأس الأسطوانة حسب الترقيم الذي تم ترقيمه مسبقا. يجب أن يكون العمل مرتب. لاحظوا الآن، وهذا عازل أو مانع التسريب. يتم تركيبه نفس الاتجاه الخاص به. طبعا ومن ثم يتم تثبيته في قاعدته الكمبريسر وتعبئة الزيت عن طريق الفاكيوم وتشغيله لمدة لا تقل عن ربع ساعة لسماع صوته. وبعدين يتم تركيب الأنابيب ومن ثم عمل فاكيوم وفتح خطوط السحب والدفع وتشغيل الكمبريسر مع مراقبة الضغوط. ويتم تغيير الزيت بعد 24 ساعة من تشغيل الكمبريسر.
وهذا الفيديو كان موضوعنا لهذا اليوم، إن شاء الله نال إعجابكم واستفدتم منه. شاركونا في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.